برنامج اجتماعي ثقافي نفتح فيه نافذة على قضايا المجتمع الإريتري ومشاكله وهمومه، نسلط الضوء عليها، نطرح الأسئلة، نبحث عن الأجوبة من خلال استضافة أهل الخبرة والاختصاص. برنامج نافذة، نناقش بموضوعية وشفافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. نفتح نافذتنا هذه المرة لشاهد عيان من داخل معتقلات والسجون داخل إريتريا. الأخ حروي سعيد كان بدأ قص علينا عن السجون التي دخلها وجانب من بعض المساجين الذين كانوا معهم. نكمل في هذا الجزء باقي المعتقلات التي عانى منها. أولاً مرحباً بك أخ حروي. أهلاً وسهلاً أستاذ سعاد، وشكراً جزيلاً على هذه إتاحة الفرصة هذه مرة أخرى. أشكركم وشكراً لقناة أدال. طيب، وطبيعة التدريب أو التجنيد هناك، على ماذا يتم تدريبكم؟ لا تدريب أو لو تدريب عاد هو كيف تستخدم الدين اسمه السلاح، وعندك في النهاية بعد ما تخلص التدريب إنك تهاجم. تدريب حتى التدريب ما يرقى لتدريب عسكري اللي نحن أخذناه في ويعة، لأنه ده شيء مؤقت، لا من يحجزوك ويبقوك عسكري حتى بعد ذلك. التدريب العسكري صح يكون في الدفعة اللي تتوزع فيها. فالتدريب اللي كان موجود هناك أكثر من كون أنه هو تدريب، باعتباره كان تأديب وتعذيب، يعني ما يرقى أصلا التدريب العسكري يعني. لأنكم سميتم كدفعة مارقة يعني. أيوة، ودل التعامل معنا كان بنفس الصورة يعني، حتى قائد المعسكر اسمه جمال بتاع القوات الخاصة قال الكلام ده، يعني أنتم ما تستاهلوا حتى يكون عندكم أي 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 خدمات أو أي شيء يعني، فهمت علي؟ كوبلتي يقول لك ديل، أنتم ما بتنفعوا، أنتم ناس مش وطنيين يعني. فده كلام بيتقال علينا يعني، وفعليا يعني حتى في الممارسة كان بنشوف يعني يوميا بشكل يومي. طيب، ماذا عن الاستحمام والوجبات الطعام؟ أوكي، بالنسبة للوجبات اللي هو موجود، الصباح بتشرب الشاهي والخبزة كالعادة، النهار تقريبا وجبتين كنا بنأكل اللي هو العشاء والفطور. الله أعلم، أي نعم، فقدة اللي هو عدس يعني والخبز المعروف، وأحيانا يكون في تكسير يعني يكون قلة في الخبز، بدل كنت بتأكل خبزتين تأخذ خبزة، وأحيانا يكون في عطل. وأنا أذكر الدفعة اللي بعدينا قصة حكوها لي، مرة تعطل فيهم المخبز، هو مخبز واحد معسكر كبير جدا يعني فيه حوالي أكثر من 30 مجند، 30,000 30,000 مجند. إيه، فمرة تعطل منهم المخبز فما في مجال طبعا اللي يجيبوا لك الدقيق، سوي أنت في برميل يعني تقطع البرميل. طبعا أنت لو بتعرف البراميل بتاع الحديد هذه مقسومة على ثلاثة، فبتقسم منا الأرضية هذه وتعملوا عصيدة. فالناس يعني قصة حكوها لي صراحة، أنا ما كانت في دفعتنا نحن، ولكن كل شيء بيحصل هناك الناس تحكيه بحذافيره يعني تجربتهم يعني الشخصية. فقالوا بجيبوا الدقيق يعني أنت لتسعين شخص أو مية شخص عشان تعملهم عصيدة واحدة سبعة صعب، فبيجيبوا الموية ويسخنوها ويلخبط الدقيق كده، في النهاية يعني يتلخبط مع الموية ويطلع ويتأكل يعني، وما في مجال يعني. فالناس حتى عاشت بهذه الطريقة في معسكر ويعة.
بالنسبة للأكل يعني. الأكل. فنحن نعم. طبعا طيب وال تفضلي. وقضاء الحاجة والدورات المياه. اوكي، بالنسبة لدورات المياه زي ما قلت ان احنا ما زلنا يعني نعتبر ان احنا مجندين، والمفروض يكون عندنا حرية التنقل، حرية نطلع وندخل وهكذا. لكن زي ما ذكرت لك ان احنا باعتبارنا كنا مسجونين، يعني السجون اللي مرينا بها ما زالت موجودة في ويعة، ما بيسمح لنا نطلع من المكان اللي مخصص لنا نقيل فيه. حتى لو في اي اذن للحمام في حراس موجودين، استاذن منه اذا سمح لك تطلع يعني الحمام، وفي فترة سباحية وانت ماشي التعليم عندك وقت تقضي فيه حاجتك، والفترة المسائية اثناء التدريب. وهذا يعني ده الروتين اليومي. بالنسبة للاستحمام عندنا يوم الاحد، يوم الاحد مخصصه يوم في الاسبوع فقط. يوم في الاسبوع، نعم مخصصه تمشي فيه في وادي اسمه وادي حداس، اللي هو فيه مويه يعني جاريه، نهر جاري. ايوه، فبتمشي هناك تستحمى وتغسل ملابسك اللي موجوده معاك يعني في خلال 20 دقيقه. يعني في 20 دقيقة تتغسل الملابس، تغسل، تستحمى وتخلص. لا، من 20 دقيقة دي لازم تدبر حالك، ده النظام يعني اللي كان سائد في نفس الفترة. فكنا بنقسل يعني 20 دقيقة كنا بنقسل فيها، يعني لما نقول لك نقسل فيها ملابسنا، المهم ياخذ مويه، وان احنا برضه ناخذ مويه، انتهى الموضوع كده ان احنا استحمينا يعني. نعم. وماذا عن الأمراض التي انتشرت؟ أمراض طبعا كانت أمراض يعني روتينية موجودة في أي معسكرات بتحصل، بالذات في الأماكن في المناطق الحارة. أكرمك الله، في أمراض جلدية بتحصل للشباب في أماكن حساسة وتعباء وكده. ايضا ده معروف طبعا من كثره الوساخه والحر والاشياء دي بتحصل يعني في كثير من الناس. وايضا ان احنا للاسف الشديد في الفتره اللي كنا موجودين فيها بيقولوا وباء يعني جانا، ان احنا ما بنعرف اسمه، ففتره ماتوا فيها ناس كتار. انا بذكر بيسموه انقذي، يعني حاجه بتنشفك انت موجود. الاسم كان كده اللي كان معروف يعني. فأنا أذكر الفترة اللي جانا فيها هذا الوباء قبلها بشهر تقريبا جابوا لنا ناس بالكشات، أكثر من 10 جرار، عرفت جرارات السيارات الكبيرة حق الشحن دي، طبعا اللي في إريتريا بيستخدموها للمساجين او للعساكر، بتنقل العساكر وهكذا. ففي ليله كده جابوا لنا ناس كتار جدا، جابوهم من مناطق حدوديه، ناس فيهم كبار السن، ناس فيهم يعني عندهم امراض وتعبانين، وجابوهم ديل في يوم واحد. طبعا كشات كانت يعني اعتقد كانت في مناطق قاشبركة. فالناس دي طبعا على الاقل ان احنا الفتره اللي قعدنا فيها في وبيعه اهلنا عرفوا ان احنا وين، ومعظم الناس خلاص يعني عرفت اهاليها انه موجودين في وبيعه. فالناس كان يكون يجيها دعم من بيوتها من اهاليها، فالناس كانت ما كانت يعني معتمده على اكل المعسكر. كله بعد فتره بعد شهر يا يجوك اهلك يا اقاربك بيجيبوا لك مثلا زي القرقوش بتاع كسرى، ينشفوا الكسرى يجيبوها لك عشان شنو، تحطها مع موية العدس عشان تأكلها. فالناس كانت بتدعم يعني نفسها بأشياء زي دي يعني. لكن للأسف الشديد أنا اللي أكثر شيء ما بنساه الناس اللي جو مؤخرا. دقيقة بس.
بالنسبة زي ما ذكرت لك، الجماعة جابوهم كتار جدا يعني، وأغلبيتهم من مناطق حدودية وبعيدة من ويعة، حتى لو عرفوا أهاليهم عشان يصلوا ويعة، وهي ويعة دي بعيدة من أبعد من مسوع، فصعب جدا. أكثر ناس اتأذوا من كل المشاكل وكل الوباءات اللي حصلت لنا هم هؤلاء الناس يعني، لأنه هو كبار السن، ويعني ما عارف اللي حصل، حتى كمان ما عندهم تغذية، وهم جايين من مناطق بعيدة جدا. اللي حصل المهم سموه وباء، فالفترة ديك يعني وقفوا مننا قبل ظهور هذا الوباء. أنا الناس بقت تقع، فهمت علي؟ تقع في وهي تتدرب في يعني اثناء ان احنا موجودين مثلا في المحل اللي بنقيل فيه، ونلقى واحد جاته حمى ويعني تعبان وكذا يعني، فهمت؟ الناس بقت تتعب تلقائيا، فهمت علي؟ فكثرة المستشفيات طبعا عندك في اي معسكر عبارة عن فرست ايد اللي هو اسعافات اولوية، ما عندهم حتى سراير، عندهم غرفة يعني غرف زي 10 ب 50، 9 ب 10 ب 5 امتار، 9 ب 6 امتار كده، عاملينه بنظام سراير يسموه مدب بلغتنا نحن، مسمينه عاملينه بحجار وبيطين، ده باعتباره سرير، وعندهم دريب، وعندهم شوية حبوب زي بنادول وكده، ده اللي بيدوك ليه يعني. فقبل هذا العيادة أيوة. اتفضلي. لا أكمل أكمل. قبل هذا الوباء طبعا الناس بقت تتعب من بطن، وجع بطن وهكذا، وانا كنت واحد من الناس اللي جاته وجع بطن، ورقدت في هذا ممكن نسميه عيادات يعني، عيادات العيادة ايوه عيادات المعسكر. والحمد لله يعني عدت وشفيت ورجعنا للتدريب. فده كان يعني ما كان يعني بشكل كبير جدا الأمراض، أمراض البطن. لكن اللي حصل بعد فترة، والكلام ده بعد شهر 4 تقريبا يعني، كان في حر شديد، الناس بقت تتعب، وكنا بننقل يعني يوميا، أنت من الناس الموجودين معاك حوالي 90 نفر على الأقل، بتودي يومين يوميا 3 2 كده، الناس تتعب. فالناس لما شافوا ناس العيادة، هم طبعا عساكر، كتر عليهم الناس يعني، انت علي؟ يوميا يجي ناس مريضين تعبانين، فقالوا ربما يعني هذا الاحتيال من المجندين نفسهم يعني، احتيال مننا نحن. فاقترحوا بدل كانوا زمان يكشفوا عليك بسماعة ويسألوك، وقفوا الأشياء دي يعني. فالأسئلة كيف يكشفوا عليكم؟ طريقة الكشف كيف هي؟ في البداية زي ما قلت لك، لما ما كان في أمراض كثيرة والناس كانت تجي قليلة جدا، عندهم سماعات اللي حقت دكاترة هذه، بحط لك هنا، ولو عندك حمى وكده، والطبيعي يعني اللي بيعملوا أي طبيب يعني، بديك علاجات إذا في نعم. علاج، وإذا ما يعني إذا أنت تعبان خالص بيودوك لمسوع. لكن الفترة اللي قاعد أحكي عنها هذه، الناس يعني بقت تمشي للمستشفى للعيادة بشكل مش طبيعي يعني. فالناس دي اعتبروا، انه اعتقد اعتبروا، لانه ردة فعل اللي جات ما في غير انهم اعتبروا، بدل كان بيكشف عليك بيسألوك، مجرد ما تجي بقت الأسئلة او الكشف بالعصا. بالعصا بالعصا، نعم بالعصا. يعني ايوه يعني انت يعني هي ماذا يقصدون يعني؟ انا ما ادري ماذا يقصدون، لكن بالضبط اللي حصل، وانا شخصيا حصل معي هذا الموقف، ومعي مريض، انا لسوء حظي كنت عامليني يعني نظام مسؤول من مرح مسرع يعني، داخل ينظم الناس الموجودين زملائي يعني، ننظم بعد الاكل، ننظم بعد للطلعه كده، ولسوء حظي كنت من الناس اللي بنظموا في الشغل هذا، وكل ما يمرض واحد بمشي مع الناس اللي بيرفعوا يودوا المستشفى وكده يعني. طيب فهذا
إنه الإنسان لما يضربوه بالعصا أو بالسياط لو تحمل هذا السياط وطلع وكورك وقال لهم شيء، معناه الراجل ده ما في شيء، ما عنده مشكلة، ما يستاهل إنه يعطوه سرير من المعدوم، يعطوه درب من ما في، يعطوه بنادولة. فهمت علي؟ في الناس دي حتى اللي عملوها، فهمت علي؟ الناس هي مريضة تتحمل الضرب يرجعونها طوالي، ومن ضمنهم يعني إما أن يكون يعني يأتيهم وهو منتهي تماما لا يستطيع الحركة ولا يقوى على الحراك، بس هذا وإلا أيوة وإلا يضرب يعني. أيوة هذا اللي بيستحق، اللي بيتحمل الضرب معناه هذا منتهي، يستحق إنه يعطوه السرير ويعطوه البنادول اللي عندهم ويعطوه الدري. لا حول ولا قوة. فأنا دي حصلت معاي شخصيا، مشيت مع 3 أنفار وأنا رابعهم، رفعنا واحد ولد اسمه فليمون. فليمون هذا كان تعبان وكده أخذناه نحن وكده وديناه العيادة. لما انضرب فليمون صحى وقام قال لهم قاعد تسوي في شنو، انا مريض انا تعبان، قال لنا رجعوه. يعني فوق المرض الذي يعاني منه يضرب، وبالتالي يفضل ان يترك لهم المكان ويسير على قدميه، وفي اعتقادهم ان من يسير على قدميه لا يستحق ان يبقى في العياده ايه الا ان يسقط مغشيا عليه. ايه باعتباره هم في حالات أسوأ ما بتتحمل، يعني في أسوأ منه هم بيستحقوا هذا. وفي حالة ثانية كمان اعتبروا الناس دي قاعد تمرض عشان ما تمشي التدريب، ما تمشي تجيب حطب، عشان ما يعني تبتعد على التدريب الموجود. فهمتي؟ فكل الأشياء موجودة يعني، وبالنسبة لهم الدرب والأشياء دي شيء عادي. طيب ماذا حدث لزميلك بعد أن ضربوا؟ رجعناه في ليمون، رجعناه في نفس كان بالنهار والدنيا شمس الساعة 1، رجعناه في نفس المكان اللي قيل فيه، وكان تعبان جدا. فواحد من الشباب كلم الولد العسكري المسؤول مننا نحن، هو برضو من القوات الخاصة لكن ولد كوبي جدا وزول كويس، قال له يا اخي نحن مشينا العيادة وفي ليمون ده تعبان ورجعونا وحصل كده. كيف؟ قال لنا كيف يضربوه؟ قال لنا حصل كده. قال لنا يلا رفعوه مرة ثانية. رفعنا في ليمون ومشينا العيادة وتكلم معاهم، قال لهم الراجل تعبان انا مسؤول منه. دخلوا في ليمون وفي نفس اليوم نقلوها لمسوع. يعني أنه كانت حالته خطرة ومتأخرة جداً. ده بالضبط اللي حصل. ثم في ليمون نقلوه في نفس اليوم لمسوع، ومات هو ماشي قبل ما يصل المسوع في الإسعاف حقهم. الكلام ده تقريبا كان يوم الخميس. جاءت أمه زيارة يوم الأحد. ووجدت أن ابنها فارق الدنيا. وجدت ابنها ما موجود في المعسكر، لسه ما عارفة أن هي فارق الحياة. كأي ضيف وكأي أب أو أم سجلت اسم ولدها عشان يطلع مع الناس المجندين، يعني عندك ساعة معينة يجوا يندهوا اسمك تطلع تقابل الضيف اللي جاي عشانك. ما في طريقة، قال لها في ليمون ما موجود، طلعت واحد من أقاربه الموجودين كانوا في المعسكر وحكى لها إنه في ليمون كان تعبان ومشى مسوع، ودوه مسوع، مشت مسوع. ولم تخبرها الإدارة أو المسؤول من التجنيد، لم يخبرها أنه مثلا حدث كذا كذا، إلا هي اضطرت أن تبحث بنفسها وتسأل زملائه المجندين الآخرين حتى حصلت على الخبر. أي بالنسبة إنه هو مشى مسوع، الخبر هذا اللي قلته من المجند اللي هو قريبه بيعرفه وهي بتعرفه، مشت مسوع. وللأسف الشديد حتى لما مشت في مسوع ما وروه إنه هو ولد مات. فرجعت ثاني مرة للمعسكر، وفي النهاية أخبروها في المعسكر إنه ولد مات، خلاص تعمل شنو. وفي ليمون واحد من ضحايا هذا العبث اللي سووه، يعني
الموجودين من الخلف العيادة. نعم، كانت العاملين في الناس العيادة. تصبر على أمراضها وآلامها خشية أن تذهب إلى هذه العيادة التي تستقبلهم بالضرب. بالضبط كده في الفترة اللي احنا اللي كنا فيها يعني ده كان حاصل تماما. بعده زي ما حكيت لك طيب الآن يعني كان واضح أنه بدأ يعني حتى مستوى الرعاية الصحية، إن كانت تسمى رعاية صحية، يعني في أدنى درجاته، أدنى إلى أن ومنهارة ظهر بينكم. فيها مع سوء التعامل والقساوة الموجودة، حتى هم منهار يعني ما عندهم حتى رعاية، يعني ما حيسووا لك أي شيء. لكن نوعا ما الواحد كون أنه يستقبلك كويس ويعطيك الشيء الموجود ده شيء إيجابي جدا، لكن ما كان موجود. وتاني مرة بعد كثرة الوفيات وكثرة الأمراض كثرت بهذه الطريقة، بقينا إن إحنا الناس تتعب في التدريب وإن إحنا نتدرب، بقت تتعب وفي ناس. احكي لي عن فترة الوباء الذي انتشر بينكم، وما هي الأعراض التي كانت موجودة، ومرض غير معروف. أعتقد الفترة اللي الناس بقت تتعب فيها وبقينا نودي للمستشفى ناس كتار، دي كانت بداياته، لكن الناس ما بتعرف، كان في حمى وهكذا. لكن أكثر شيء أن احنا عرفنا أنه في شيء يعني شيء كبير جدا وشيء خطير، لما كنا بنمشي نتدرب في المارشين والأشياء دي الناس بقت تقع، فهمت علي؟ بالناس الناس شوية أعمارهم كبيرة وصحتهم شوية تعبانة ما كانوا بيتحملوا، يعني فهمت علي؟ أثناء الناس بقت ما تقدر حتى في التدريب. فمن بعد ذلك كده بدأت وفيات أثناء النوم، الناس نايمة بقت تموت يعني. فأنا أذكر كثير يعني كم من الناس ماتوا في التشكيل اللي قلت لك اللي ننام فيه، لما يصحوا الصباح يلقوهم ميتين ويجي العساكر يرفعوهم ويمشي يدفنوهم يعني. فمعسكر ويعة عبارة كان مقابر يعني جماعية كثيرة. فخلاص اعتقد اكتشفوا حتى الإعدادات الموجودين في المعسكر انه في وباء وفي شيء، ووقفوا مننا التدريب ووقفوا الزيارات ايضا، واخذونا من هذا المعسكر بعد وفيات كثيرة. وانا من ضمنهم مرة الصباح كنا طالعين الساعة 4 صباحا عشان نجيب حطب من الجبال، فطلعنا وعدونا وكان ناقص واحد من نفس دفعتنا ان احنا، ويلا قالوا لنا يلا امشي ربما يكون هرب او ربما حاجه كده او مقبول عليه وهو قاعد يهرب. مشينا لما رجعنا الساعه 9 من الحطب لقيناه ميت في نفس المكان اللي خليناه فيه يعني في التشكيل لا او في، حول ولا قوة إلا بالله. فرفعوه والناس خلاص يعني ده تموت يعني، لدرجه انه يعني خلاص ذات بقينا وحوش يعني، بقى ما يأثر معانا من كثرة ما. كانت الناس تموت وهي نائمة يعني. ايوه بالضبط يعني دل حتى كمان قالوا لنا بعدين انه ما تنوموا كثير واحرصوا بعد يعني. فحتى الناس بقى لدرجة انه بقت الوفيات كثيرة، الانسان يقول لك يا اخي فلان مات يعني كده يعني مات يعني خلاص يعني، الانسان انسان كبشر يعني لما أصبح تصيب مشكلة حدث يومي، عندما يصبح حدثا يوميا طبيعي يعني طبيعي. فأنا الإنسان كنت بقول يعني يألفه. الذاكرة دائما يعني وحوش وما عندهم رحمة وحاجة زي دي، ان احنا ذات يعني بقينا زيهم يعني خلاص. انت لما تشوف الأشياء دي بشكل يومي خلاص يعني حتى الرحمة والحاجات دي تمشي منك يعني، فهمتي؟ يكون قلبك قاسي، فقربنا ان احنا نكون قاسيين يعني، تحول ما يأثر فينا الوفيات والظروف اللي كنا عايشين فيها. بعد ذاك وقفونا زي ما قلت لك، وقفوا الزيارات اللي كانت كل يوم الاحد، وقفوا التدريب واخذونا من هذا المسكن ودونا الجبال، جبال حوالين المعسكر، وقعدنا هناك تقريبا 15 يوم لا تدريب لا شيء، ناكل مية السكر والخبزة ونقعد هناك. وعطونا حبوب، ومن النصائح اللي جاتنا فقط أي واحد ينوم ساعة نص ساعة يصحي صاحبه كده. المهم ويعني ولم يتم مثلا يعني حتى تعديل في نوعية الغذاء،
أو اتخاذ إجراءات صحية ربما يعني أكثر أو أفضل من ذي قبل. لا أبداً فقط أبداً ما في. أخذوكم إلى الجبال وفقط يعني. ده اللي حصل، أخذنا على مرتين الحبوب اللي قلت لكي، ما في أي شيء، حتى بالعكس، حتى لما مشينا اللي احنا قعدنا فيه هو 15 يوم خارج المعسكر كنا عايشين بمية السكر والخبز، يعني حتى ما في هناك مطبخ تسوي أكل والحاجات دي، يعني يجيب لك موية ومية السكر والخبز اللي بيجي من الفرن، والناس يكون عندها مثلا معاها عصير حليب اللي جاهم من أهاليهم، الناس يعني تشايل، والما عنده خلاص يموت بالخبزة ومية السكر. ايه، فبعد هذه الفترة وقريب خلاص الوباء طيب مشى. بس في هذه الفترة هل مثلا جاءتكم مثلا كوادر طبية أو أطباء يكشفوا عليكم من أي درجة طبية أو حتى طاقم تمريض ليكشف لا لا عليكم أو كذا؟ هذا نحن لا ما لم شفناه، حتى أثناء الناس كانت بتموت، يعني حتى الكوادر الموجودة اللي هم فيرست ايد موجودين في العيادات ما بيجوك اصلا، حتى الناس كانت فيرست تموت، ما في ايد. حد جانا في الاسم شنو، الناس اللي كانوا في العياده فقط ديل التابعين للمعسكر، لا شفنا دكتور ولا شفنا كوادر طبيه ولا تيم ولا اي شيء. عدت الفتره اللي كانت قاسيه وخطيره واخذت فيها المات، مات فيها. بعده رجعونا وواصلنا التدريب، وقريب للتخريج طبعا جابوا لنا ناس كانوا في ساوا، هؤلاء بيعتبروا بيسموهم في اريتريا منستريتات، الوزراء، يعني الوزراء او الشغالين في الدوائر الحكوميه، موظفين الحكومة يعني. موظفين الحكومه، فكميه كبيره الفتره دي كانوا جايبينهم في ساوه عشان ياخذوا التدريب العسكري، الماما اخذين التدريب العسكري اللي جو مثلا بالمدرسه، المهم في النهايه اللي ما اتجند منهم الفتره دي كانوا نازلين كتار جدا، فأكملوا تعليمهم في ساوة، وبعد ذلك جابوهم لنا هناك في ويعة، أعتقد جابوهم لنا فقط عشان يأخذوا الصورة من التاري، صورة يعني الصورة العسكرية معانا نحن عشان يكون في دفعتنا نحن. فالناس ديل كان عندهم امتيازات يعني أحسن مننا شوية، باعتبارهم موظفين للحكومة كان مسموح لهم يتجولوا في المعسكر وفي سوق داخل المعسكر بعيد شويه، يعني مسموح للافراد الجيش، ما مسموح لنا ان احنا نمشي له، بيمشوا بيقابلوا الضيوف بشكل يومي في اي اسم شنو، فمسموح لهم يعني، لكن في الاجتماعات والاشياء دي يكون مجتمعين معانا. فالناس دي طبعا خلاص يعني هم حتى مسموح لهم انهم يسالوا اذا في شيء اصلاحات وهكذا. فأذكر عشان تعرف إنه حتى في كمان التدريب، ها بس في التدريب معكم، يؤدون التدريب معكم، التدريبات العسكرية يؤدونها معكم؟ لا أصلا هم لما نجوا خلاص يعني ما باقي إلا تدريب أخير، يعني اللي هو يسموه سرحيت، يعني اللي هو تدريب حق حرب مثلا، أنت علي ده، هو يعني هم أصلا كملوا كل شيء وجونا نحن، لما بعد ما كملنا ما باقي لنا إلا تدريب أخير بعده نخلص كل شيء، فده اخذوا معانا التدريب الاخير هو حق يوم واحد. كما كده اصلا نجوا هم فقط عشان الصوره العسكريه ياخذوها معانا، اي نعم، وربما عايزين يوروهم الحر والمآسي موجوده في ويعه، يعرفوهم عنها يعني، ساوهم كانوا نوعا ما كانوا في معسكر جميل جدا يعني. فلما نجوا يحكوا لنا عن ساوة جنه بالنسبه لويعه وكذا، وهم اكثر شيء عرفونا عن ساوة يعني. من ضمنهم كانوا فنانين شغالين في وزارة الإعلام شباب وهكذا. هل تذكر يعني تذكر شخصيات معينة معروفة؟ هل كان من ضمنهم شخصيات معروفة؟ بداية كتار من ضمنهم ربنا يحفظه الفنان سعيد جعلي كان معانا، وكمية من الشباب يعني الفنانين كانوا موجودين يعني في الفترة دي، حتى قبل التخريج بتاعنا هو جعلي قنا في المعسكر، اجبروه اني يقني وقالوا له لازم تقني وكذا، وقنا ثلاث اقنيات من ضمنها ساحل وكذا. فاخذك عشان تعرف الناس اللي كنا بنعتبرهم ديل اليوم طالما هم جو حيعملوا اصلاحات وحيتكلموا على الوضع الموجود
فحكينا لهم وشافوا حتى الوضع بتاع الوباء وبتاع الحيادات والأشياء دي، فقلنا لهم يا أخي إن إحنا ما مسموح لنا نتكلم، يتكلموا على المعاملة الموجودة في لبعض الناس اللي كان حوالينا يعني. فيوم الاجتماع، اجتماع كان حق المعسكر كامل يعني كبير جدا، وكان جاي قائد المعسكر جمال. وقبل ما أدخل في اسم شنو، جاتنا موضوع الصلاة في معسكر ويعة. موضوع الصلاة طبعا مفروق عنه في إريتريا، ما مسموح في معسكرات، سواء كان في معسكرات التدريب أو في معسكرات الجيش. لكن سبحان الله في الفترة اللي كنا موجودين فيها نحن، كتار ناس كانوا كبار السن برضو موجودين، وبعض الشباب مصرين كانوا على الصلاة. ففي البداية الناس بقت تصلي يعني بشكل جماعي كده على 6-7 أنفار، وحذروا من الموضوع ده ومنعونا منه. فالناس بقت تصلي فرادي. الحجة ما هي الحجة؟ يعني لماذا منع الناس من الصلاة؟ ما السبب؟ ده أعتقد ليس جديدا يعني، حتى أنا أجيب عليه، وربما حتى في أثناء الثورة كان موجود يعني. يعني ده شيء أنا ما أقدر أقول فيه معادة قمع الحريات وانتزاع حقوق العبادة من الإنسان يعني، ليس إلا. فهذا شيء ما جديد، حتى عشان يكون مثلا يعني طبق في معسكرنا نحن في ويعالات، طبق من زمان ده وفي أي معسكرات كان موجود. والحجة معروفة طبعا، الإنسان لا يعبد إلا قرارات الجبهة الشعبية يعني، أو قرارات النظام الموجود في إريتريا. فالناس بقوا يجمعوا الصلاة أحيانا بعد ما خلاص منعت والناس بقت تتعاقب فيها. خلاص الناس تدخل أثناء النوم، الواحد يجمع يعني الظهور العصر العشاء، ربنا يعني هداهم وصلوا، يجمعوا هناك، عملوا دخلوا فينا العساكر والناس يسحبوها وهي تصلي. وكان التعذيب بالنسبة حق الصلاة بالمناسبة كان يعني قاسي وسيء جدا. من قرارات اللي أو التعذيب اللي كان موجود أو عقاب الإنسان، الناس اللي بيصلوا طبعا شفت الشوال حق السكر هذا، يعبوه قريب النص من رمل، وفي درجة الحرارة الموجودة هناك زي الساعة 2 ترفعه هنا وتلف به وكده، انت علي حوالي ساعة على من تطيح انت وتقع حتى بعد ذاك يعفو عنك يعني. التعذيب والسبب لأنك يعني قبض عليك وأنت تؤدي الصلاة، هذه هي الجريمة. ده هي الجريمة يعني، انت كانت في الصلاة. فأنا ليش جبت موضوع الصلاة؟ لأنه واحد من الناس ربنا يعطيه العافية والصحة، راجل كبير فعلا، كان مع المجموعة اللي جابوها من المناطق الحدودية، راجل كبير يعني 50 كده، في نفس الاجتماع اللي عمله لين قائد المعسكر اتكلم في موضوع الصلاة. قال لي ما قلنا أي حاجة، لا تكلمنا عن موضوع الصحة، لا تكلمنا عن موضوع الأكل والشراب، لا تكلمنا على 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 الوضع الموجود على الوباءات، لا تكلمنا حتى على الفراش اللي قاعد ننوم فيه في الأرض. لكن كون أنه نصلي أثناء خلاص كملنا التعليم وأي شيء، أتكلم في الموضوع ده. فقائد المعارف يعني من باب أنه هذا وقتي يعني المفروض أن أذهب إليه للنوم، هي فرصتي أؤدي فيها الصلوات الخمسة بيني وبين ربي. بالضبط يعني، ممكن ده أجرأ إنسان أتكلم في موضوع الصلاة أنا شفته في المعسكر، مع أنه ناس يعني فعلا صلوا وتعذبوا أي شيء، لكن ما في تاني أحد يتكلم. فالراجل صراحة كان جريء في كلامه، شجاع، وبكل جراءة أتكلم مع قائد المعسكر. استدل قائد المعسكر بآيات ما أعرف جابه من وين، الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الحرب ما كان بيصلي، وكلام من هذا القبيل، عايز يسكت الراجل. فالمهم الموضوع الأحاديث اللي اتكلموا فيها المكررة. نعم. طيب ماذا كان رد فعل الحضور؟ يعني هو الرجل الكبير قام وعبر، ماذا كان رد فعل؟ للأسف الشديد رغم أنه الراجل الكبير هذا عمنا جاء في المنصة وأمام قائد المعسكر اتكلم هذا الكلام وأصر، قال طالما أنا حييت حنصلي وأفضل لنا نموت ولا نصلي. فبعد ما قال له كمان خلاص نشوفك
الكلام اللي قاعد تقوله ده تاني ما تكرره وكده بعد التهديد. صراحة الناس ما تفاعلت بنفس الاسم، شنو اي واحد يتكلم بلع في داخله وزعلان وكده، لكن ما في يعني تفاعل كده جماعي، ما في حتى تصفيقات، ما في اي شيء، ما في، عارفين انه الراجل طالما قال كده قد ربما بكره ممكن ما يكون موجود يعني. فالناس بقدر ما هي تتحمس تعاطفت مع الراجل يعني، عن مصيره وماذا حيحدث له يعني. يعني الآن الحضور خمن أن هذا الرجل يعني ستكون عاقبته وخيمة أو نهايته ايوه، انت طالما صعبة. انت كون انه الانسان يقبض عليه هو يصلي، وتشوف التعذيب العقاب اللي يجري على الناس اللي بيصلوا امامك، ما بالك لما يكون امام قائد المعسكر في اجتماع كبير تتكلم بهذه الجراءة؟ اكيد حيكون الخطوات قاسية وهكذا يعني. طيب ماذا كان مصير هذا الرجل؟ عندك فكرة؟ اعتقد انا بعد المنسة ديك ما شفته، ما ادري، ممكن كان في المعسكر او ربما في مكان ثاني، لا أدري والله. في نفس الاجتماع الناس اللي كنا نعول عليهم إنه يتكلموا في موضوع الصحة، يتكلموا في معاملات اسمه شنو، يتكلموا في مسكننا، تعرف تخيلي، في يتكلموا في شنو، يتكلموا في الخبز، يتكلموا في المخبز لازم يكون نظيف، يتكلموا في العيشة تكون صغيرة كبيرة، العيشة صغيرة، ثلاثة والأربعة أشخاص يعني تكلموا في موضوع زي ده، والبعضهم طلب فقط إنه يخلصوا ويرجعوا لوظائفهم وأماكنهم يعني، فهمتي؟ ديل اللي كان يسمح لهم إنه يتكلموا. حتى نحن كانوا لو يتكلمون. أدونا المجال ما كنا حنقول حاجة يعني، حتى ما عندك أصلا أنت كلام تقول يعني، كله منتهي يعني الكلام يعني الشيء يعني بس. لا يوجد تفكير مثلا نطالب بتحسين الوضع، تحسين أوضاعنا، تحسين كان بعض من الرعاية الصحية أو والله شوفي، إذا هو مثلا مجرد إنك تطلب الأشياء دي، عادي ممكن يقبلوا منك مجرد رأي، ما تنتقد، مجرد إنك أنت تطلب الأشياء دي، لكن هل حتنفذ ما تنفذ ده شيء ثاني. لكن حتى الناس اللي كان عندهم هذه الفرصة وكان عندهم أولوية للسؤال والاسم شنو، هم الناس اللي ذكرتهم ليكي، وما في احد اتطرق، قبلوكم. نعم. اي ما في احد اتطرق، باقينا نحن بالنسبه لهم حشرات يعني، ما محسوبين يعني، فهمت علي؟ ما بدونا فرص زي ده، وحتى ما كان في تفكير يعني. الواحد بس بقدر الامكان كان يتمنى يتخارج من هذا التدريب ويخلص ويتوزع عشان يشوف مصيره يعني. طب هو يعني هؤلاء الذين أتيح لهم أن يقوموا ويسألوا، هل كان يعني حقيقة لهم الحرية أنهم يتحدثوا أم كان أمر مرتب يعني تم لا لا ترتيبه؟ لا لا حاليا، لا لا طبعا مش مرتب ولا اي شيء، لكن هم يعني كان عارفين، لديهم حتى الناس فرصة ايه أن عارفين عن يتكلموا. الهزام، ايه عارفين الاسئله اللي تسمح لهم، لانه هم الناس دي عارفين يعني، شغالين في دوائر حكوميه، فهمت علي؟ وعارفين النظامات والاجتماعات حقهم معروف يعني، الانتقاد والاشياء دي. هسه حاليا كان في مجال كثيره، على الاقل كان يعني يعرفوا وشافوا، الناس كانت تندرب في العياده، المفروض كان يتكلم على يعني الأشياء. هو عاصروا هذا الوضع ليس الصحي نهائي، والوباء، كانوا نعم، موجودين. لا الوباء فعلا هم بعد ما خلص الأشياء دي جو، لكن طالما موجود جو المعسكر كل المعلومات عندهم يعني، فهمت علي؟ لو ما ايوه أخذوها ايوه من المجندين، لأنه تخلطنا مع الناس دي اليومين، نحن بنقيل ما بعد يعني، يعني عارفين يعني كل شيء. هم تلقائيا يفكرون ما يعني أو يعلمون مسبقا ما هي الخطوط الحمراء التي يجب عليهم أن لا بالضبط، ايوه يتجاوزوها، ده ما انا قصدي وبالتالي عليه بالتحديد. نعم. فلذلك ما حتى ما في الواحد ما يجرأ يتكلم عن المواضيع ده. فقط واحد يتكلم برضو، ده تعتبر له حاجه اداريه، يتكلم عن موضوع البنات اللي كانوا موجودين في المعسكر، أي ما كيف وضع البنات؟ لانه المعسكر كان في معسكر معين كده مخصص للبنات، والبنات ايضا معظمهم يعني مقبوضات وهم ماشيات في الطريق يعني، فالدفعه بصفه عامه كانت دفعه عن دفعه هاربين يعني، دفعة مارقين. هم مارقين على القانون يعني على قولتهم. البنات صراحه
وضعا كان سيء جدا، كون انه بنات وفي وعاء دي وحدها توزن معاناة يعني، فهمت علي؟ كان نفس التدريب دربوها بطريقته، كانوا بيمشوا الجبال بيجلبوا الحطب، التدريب موجود وهكذا. وطبعا الأنثى ما زي الذكر تحتاج لرعاية خاصة. البنات كنا بنقابلهم في أحيانا يوم الأحد لما يكون في فصول أو حصص بتاع تاريخ سياسية أو الثقافة السياسية أو ثقافة التاريخ، كنا يعني بنختلط بهم قريب لبعض كده، الناس بتعرف بعض تقابل هناك. فكانوا بيعانوا من أشياء كثيرة يعني، من ضمنها الحاجات الخاصة باحتياجات المرأة ما كانت موفرة لهم، الظروف اللي كنا عايشينها ان احنا هم برضو كانوا عايشينها، ده ما يحتاج يعني نفس التدريب نفس الاكل نفس الشراب واكثر من ذلك، ونفس زمن الاغتسال، 20 دقيقة ما بين اغتسال وغسل الملابس. حاليا بالنسبه للدي طبعا انا ما عارف لانه هم في نفس يوم الاحد، لكن يكونوا ما معانا احنا في مكان ثاني في نفس الواد هذا لكن في مكان ثاني، فما اعرف هل كانت 20 دقيقه زينا كده ولا زياده، انا لا ادري في الحاله دي. وهل حتى داخل المعسكر يعني كان عندهم فرصه انه يستحموا بشكل يوم او يومين ثلاثه، ما اعرف دي بالضبط انا ما عندي ليها، لكن الشيء اللي بعرفه انه يوم الاحد ان احنا اللي بنمشي نستحمى ونغسل فيها ملابسنا برضو كان عندهم ليها هذا اليوم باعتباره يعني في الاسبوع مره. حاجه ثانيه زي ما قلت طبعا عندما نقول في الأسبوع مرة، أنتم الآن في منطقة يعني شديدة الحرارة، يعني المفروض تكون كل 20 دقيقة مرة يعني تحمى في المنطقة دي، لكن ده كان الحال. فحاجة تاني برضو كانت الراجل، أنا زي ما ذكرتها يعني أنا بجد يعني بسطني في الكلام ذاك، لأنه الفترة دي كان في حمل كثير حصل في البنات، وكان في يعني لا من ولادات يعني حصلت في المعسكر. اتكلم في الموضوع ده يعني قال حتى ما قال يعني البنات دين مثلا يعني ليه قاعد يحصل لهم كده ولا اي شيء، قال البنات يعني اللي ولدوا عندهم اولاد ليه ما يشوف لهم اي حال، يعني ليه قاعدين مع اولادهم هنا ليه ما يرجعوا بيوتهم، يعني اتكلم في المواضيع ده بغض النظر عن ما هي الأسباب التي يعني خلت البنات دي اللي يحملوا ويلدوا، فأتكلم في الموضوع ده. وبرضو ردهم كان حنشوف الموضوع وحنشوف له حل يعني. طيب الآن هم كانت تقضي يعني فترة حملها وبعد أن تضع الطفل وهي داخل المعسكر؟ إيه دي حالتين موجودات، في بعض البنات طبعا في الجيش الاريتري او قرارات الاسم شنو اللي بتلد بتسرح لها يسرحوها ترجع لاهلها، ده الطبيعي يعني معروف يعني. كم من ولا حتى ان تلد بس ولا في قبل ان تلد؟ اي والله بالضبط يعني القرار انه هي بعد خلاص حملت وولدت بيسرح لها، ده في المعسكرات بتاع الجيش يعني المعروف. أما في الحالة دي حالة كانت استثنائية، المفروض البنات بعد ما خلاص حملت حصل الحمل المفروض يسرحوها يعني لو في أي شيء، حتى لو في عقاب يعني تتعاقبوا هناك بعد ما اسم شنو. لكن اللي حصل ما كثير يعني، الحالات يعني نادرة ممكن زي 6 7 حالات اللي حصلت يعني بالنسبة لمعسكر البنات كله. في بنات 6 7 ونادرة. سبعة ونادرة. سبعة ونادرة إيه؟ طيب أكمل. لما أقول لك 7 ونادرة يعني الناس تتوقع في أكثر من كده يعني بالنسبة للوضع اللي كان عايشين، يعني الواحد عايزة تتخلص بأي طريقة من المعسكر الموجودة فيه، فهذا عشان كده أنا قلت هذا نادرة يعني قليلة يعني مش نادرة. طيب نحن لم نتحدث عن السبب، يعني سبب الحمل هل هو يعني تكون مكرهة بالإجبار
أم بإرادتها أم كيف ذلك؟ هنا طبعا يختلف الحالات. من لها بإرادته عشان تتخلص من هذا المعسكر، تعملوا مع أي إنسان من العساكر سواء كان من الضباط، وفي بعدها مكروهات، يعني باعتباره اقتساب يعني إجباري. يعني هي تفضل يعني هذه الطريقة لعلها يعني تنجو للخلاص من الوضع العايشة فيه، ليس من الوضع من التجنيد. من التجنيد طيب والوضع وفي الطبيعي يعني. في ويعة كم كان يعني عليكم أن تبقوا في ويعة كم؟ ما كثير بالمناسبة يعني، بالنسبة هو 7 شهور ولا 8 شهور هي، لكن 7 شهور وثمانية شهور بالنسبة لمعسكر ويعة كأنك أنت 7 سنوات. 7 شهور. طيب حملها 9 شهور. لا أنا قاعد أتكلم معاك في مسألة التدريب، ايوه خلص فيها، فهمت علي؟ بالنسبة طيب هذه طيب يعني لنتوقف قليلا فقط بس حتى نحاول ان نفهم الآن. هذه التي رضيت ان تبيع نفسها او ان تعطي نفسها مقابل لعل وعسى أن يتم إطلاقها، يتم إطلاقها يعني يتم إطلاق سراحها. ليه البنات هذيل ليه قعدوا اكثر من مثلا يلد هناك بعد ما يحصل الحمل هذا، لحد ما يعني يشوفوا في موضوعهم ماذا حيحصل، يقعدوا في معسكر نفسه. ممكن الدفعة اللي جو معاها يكونوا خلصوا تدريبهم ومشوا، انت علي؟ مثلا ان احنا جينا قعدنا 7 شهور ولا قريب لي 8 شهور وتخلصنا، البنات دي يكونوا جو قبلنا بشهور مثلا، وان احنا لحقناهم هذا. ممكن البنات اللي كانوا معاهم يكونوا خلصوا ومشوا، البنات دي اعتبارهم عندهم قضية بدي حتة. عندها قضية إذا كان اغتصابا، إذا كان اغتصابا توجد قضية يعني، لا حتى وفي نفس كون انها الوقت هي لا. حامل، كون انها هي حامل عشان يسرح لها، ما مجرد من المعسكر كذا هيود اوراق لوزارة الدفاع ما ادري ليك، وبيصرحوا وبيسووا، لا من يشوف الموضوع ده يكون جرى وطول، فهمت علي؟ بل بيأخر الاسم شنو، وربما يكون طيب عندهم بنات حصل لهم الاغتصاب ومصرين انه مشكلتهم ما تحلت داخل المعسكر يعني، فاشياء كثيره. طيب لا وهل يعاقب من قام بهذا الفعل؟ يعاقب؟ والله بالضبط، اكيد طبعا لو هو بس ثبتت فيه شيء بيتعاقب، لو في شيء اغتصاب. لكن مين قاعد مين يعاقب مين؟ ربما اللي حاميها هو حراميها نفسه يعني. أراميها. دي الحالات تشوفوها ولا مثلا. لكن على الأقل يعني هي تبقى على أمل يعني أن يتم مثلا معاقبة الفاعل أو كذا، لأنها في نفس الوقت يعني ربما لا تستطيع أن تعود إلى أهلها وهي بهذا الوضع. والله شوفي أستاذة سعاد، بالنسبة للأشياء اللي حصلت وشفناها في ويعة بالضبط يعني، ما هو الحصل؟ هل برداء؟ المهم في النهاية إنه في بنات ودعوا. لنقل يعني في كذا وفي كذا، فأنا أتحدث بصفة عامة يعني. إيه في صفة عامة كلامك صح، لكن غالبا غالبا الاغتصاب في إريتريا إذا ثبت في عقاب فعلا، ما هو العقاب؟ ما يرقى لنفس الجريمة وما ينصف المرأة يعني بأي شكل من الأشكال. فالبنات بيتعرضوا فعلا في المعسكرات، بيتعرضوا للاغتصاب، بيتعرضوا للمضايقات، وكون لا إنك يعني احنا كنا نسمع انه دائما داخل التجنيد يعني اذا كان تعرضت فتاة للاغتصاب يتم يعني ان العقاب يكون شديد. بالنسبة هذا للمغتصب، بالنسبة للمغتصب، نعم. هل هذا صحيح؟ أنا عشان أحكي عن تجربتي ليس عن إنه سمعت وهكذا، حالة البنات اللي شفناهم في ويعة، في فرق بين إنه اغتصابات ممكن تحصل بشكل يومي إن إحنا ما بنعرف تمام، لكن كونه إنه تعرف إنه في بنات عندهم أولاد يعني وضعوا في هذا المعسكر، وقليلات مثلا من أكثر من 300 400 بنت، في زي 7 بنات دي ما بتعرف قضيتهم ايش هي،
ربما البنات دي عملوها برضاهم، ربما البنات دي المكروهات، ده كله يكون حاصل. لكن لا شفنا، ولا شفنا محكمة، ولا شفنا إنسان يتعاقب مثلا اغتصب له بنت داخل المعسكر. وأكيد في معسكر زي ويعة الاغتصاب حيكون موجود، وهذه الأفعال تكون موجودة. يعني كون أن إنسان ما بتعتبر يعني بشر، سواء كنت ذكر أو أنثى، ما بيعتبروك كإنسان، أكيد حتى البنت ما حيحترموا كرامتها يعني. صحيح. فده كان الحال بالنسبة للبنات يعني. وبالنسبة لأنهم يعني المفروض بعد ما يحصل حمل تمشي تلت مع أهلها ولا تلت في أي شيء، لكن للأسف الشديد في نفس المعسكر ذاك تضع جناها وتقعد لا من تحل مشكلتها. عشان كده بيقعد أكثر البنات في معسكر ويعة إذا تعرضوا لهذه المشاكل. يعني المفروض البنات يعني 7 شهور 8 شهور بعد ما يكملوا التعليم وكده يوزعوهم، واللي ما حصل لها اي شيء وما عنده اي مشكله تتوزع. واللي بنات شفناهم ان احنا قعدوا اكثر من سنه، يعني ربما لا من يسرحوهم او من هذا المعسكر قبل ما يمشوا للجيش ولا اي شيء، ممكن حيرجعوا لاهاليهم بتسريح من الدوله. وهذه هي الحاله في ويعة يعني. لا حول ولا قوة. طيب، هل في شيء تذكرته أو تحب أن تضيفه قبل أن نختم؟ أعتقد هذا يكفي، وهذا هو الملخص يعني الوضع اللي كان موجود. لو دخلنا في التفاصيل كثيرة وما حنكمل يعني. صحيح. أعزائي المشاهدون، يبقى الحديث عن السجون والمعتقلات، سواء كانت سجون بعد التابعة بما أصطلح عليه سجونا، أو تلك المعسكرات التي هي أقرب للسجون ويطلقون عليها معسكرات تجنيد أو تدريب. الحقيقة الحديث فيها ذو شجون ولا ينتهي. نتوقف هنا، وشكرا للأخ حروي أن شاركنا تجربته، ونأمل أن يرفع الله عن شعبنا وعن هذه البلاد ما أصابها. وتقبلوا تحيتي، أنا سعاد دنكلاي، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.